باشرت القوة اليوم الأمنية ومدعومة بإزالة التجاوزات من قبل المحافظة، بإزالة الدور التي وقعت بها جريمة خطف وقتل الطفلة البريئة. هذه الجريمة التي هزت شعور كل الإنسانية وليس فقط في محافظة البصرة من قبل مجرم، هذه الجريمة لم يقترفها حتى أسوأ وأشرس الحيوانات، لكن هذا الشخص خطف هذه الطفلة في هذه المساكن التي اليوم أزلناها تقريبا 5 دور. المصيبة أن هذه الدور مبنية من قبل شخص وتؤجر وتستغل لهكذا مشاكل وهكذا جرائم، لذلك اليوم أزلناها. ويجب علينا أن نميز بين الدور السكنية المشغولة من عوائل متعففة، وقسم من هذه العوائل يجب أن نوفر لهم سكن لائق، لكنه الدور التي تستخدم وتستغل للجرائم ستزال جميعا. هذا القرار اتخذناه يمكن قبل أكثر من 2 سنين عندما زلنا دور وقعت بها جريمة خطف في أعتقد قرب شقق الموفقية أيضا في يوم من الأيام، والآن القوات الأمنية عازمة على إزالة كل الدور التي ممكن تكون بها شبهات وممكن أن تستغل للجرائم. هذا من باب آخر، أنه هذا الشخص بعد ما أنه يصدر الحكم من قبل القضاء العراقي، وبالتأكيد الكل يتوقع ويعني يعرف أنه سيكون القصاص العادل هو حكمه بالإعدام، وعندما يصدر هذا الحكم ويصدق سأتبنى تصديق هذا الحكم من فخامة الرئيس لكي ينال جزاء اللي الله سبحانه وتعالى أوصى به والمجتمع أوصى به، أنه هكذا مجرمين يجب أن ينالوا جزائهم ويكون عبرة لمن يتعدى على الإنسانية.